دكتور، الجماهير ده تشاهد بعض التفاصيل الخاصة بأكاديمية البطل اللي في مجمع بسماي، ولكن التفاصيل الدقيقة لا زالت مبهمة. أتمنى أن توضح للجمهور تفاصيل هذا المشروع. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا المشروع هو يعني سيدي الوزير ارتأى أن يكون اهتمام بالألعاب الفردية اللي ممكن نحقق بها إنجازات على المستوى الأولمبي والمستوى العالمي، فصار يعني شكلنا شبه لجنة أنه ندرس الحالة اللي نشوف إحنا العراق ممكن بها ألعاب ممكن نحقق بها نتائج، أن عندنا بها تاريخ يعني على مستوى خاصة الألعاب الفردية. فصار الاختيار على تقريبا 8 ألعاب قابلة للزيادة. طبعا يعني عندنا لعبة المصارعة، عندنا تاريخ بها عريق، عندنا أبطال على مستوى آسيوي ومستوى دولي، والملاكمة أيضا، والساحة وميدان، والجودو، قوس وسهم أيضا إحنا اختارين ضمن الألعاب اللي يعني هو التركيز هنا على الألعاب الفردية، لأنه دائما الجمهور يقول الرياضة مقتصرة على كرة القدم. هسه هناك 8 اتحادات رياضة، الألعاب الفردية من الأثقال أيضا. هذه بدينا نجهز على مستوى عالي جدا، يعني سيدي الوزير قال لازم يكون الأجهزة والأدوات والمعدات أحسن ما موجود يعني تستخدم. فجهزنا هذا بشكل كامل، راح يصير المسكن والدراسة. تعطينا التفاصيل الخاصة بالمشروع، يعني مثلا كم غرفة، شنو الملحقات؟ أنا عندي علم هناك مسبح، هناك قاعة، هناك مسكن للاعب، سكن ومكان للتدريب، أكو مكان للتدريب الأثقال، الملاكمة، الجودو، قوس وسهم، ملعب خارجي راح يصير يكمل، المسبح أيضا هناك موجود كامل، مكتبة للأطفال للدراسة وال مكتبة كاملة، ومرحلة حتى دراستهم راح تكون موجودة، دراستهم مدارس هناك موجودة، والدراسة حتى يذاكرون موجودة هناك. عندنا مكتبة كاملة ومكان للترفيه ومطعم أيضا، مطعم يعني جاهز إن شاء الله تجون تشوفوه كامل، وبوفيه يعني مفتوح للاعبين وللمدربين الأجانب أيضا. بدينا السيفيات الآن نجمع به المدربين الأجانب اللي راح يعملون إن شاء الله بالمشروع. يعني الأكاديمية كلها مدربين أجانب، كل المدربين أجانب راح يعملون. خاطبنا الاتحادات أن يدزون سيفيات، أبو الكانوا يدزون سيفي، الساحة ميدان يدزون سيفي، أبو الجودة يدزون سيفي، والملاكمة يدزون سيفي، يدزون سيفيات مع المدربين. نريدهم أيضا على مستوى عالي ومتخصصين بالفئات العمرية. أقاطعك بخير، يعني ليس ببعيد هناك لاعب شاب حقق يعني رقم يؤهله للتواجد في بطولة آسيا أعتقد للتنس، ولكن يعني أكيد أنه الموضوع واصلكم. أنتم شلون راح تسيطرون؟ أنا ضربت هذا المثل حتى أنتم تعرفون شلون راح تسيطرون. ممكن الاتحادات تجيب المشروع ناجح هذا فتجيب المقربين عليها. هذه القضية مو بهاي الطريقة. أولا الاتحادات هي راح تعمل بشكل مشترك، إحنا هذا المشروع شراكة مع الأولمبية، لأنه الأولمبية لها دور فعال في الألعاب الأولمبية، هي أكثر ألعاب أولمبية ونستفاد من الامتيازات الأولمبية، التضامن الأولمبي وتهيئة الأمور والشريك أساسي. وزارة التربية من خلالها نكتشف اللاعبين والموهوبين من خلال المدارس ونسوي جولات واستكشافية. وزارة التعليم العالي أدها كفاءة أكاديمية عالية، وعدها بنى تحتية، وعدها بحوث علمية، أيضا كان عندنا وياهم تواصل، يعني لجنة مشتركة صارت بين كل هذه الجهات. الاتحاد ما يعمل بمفرده، طريقة علمية باختيار الموهوب عن طريق الاختبارات العلمية، تشرف عليها لجان بمشاركة الاتحاد مو الاتحادات. تكلمت على هذا الموضوع، آسف للمقاطعة، سبق وأن كان هناك مشروع البطل الأولمبي ما استفادينا من عنده قيد أنملة. بالأولمبية موجود البطل الأولمبي، لا احنا عندنا المدارس التخصصية في الوزارة لا نجحت، والآن أكثر لاعبين المنتخبات الوطنية والأثقال والإنجازات المنضدة كلها من المدارس الرياضية. افتتاح إن شاء الله الثلاثاء القادم إن شاء الله راح يكون الافتتاح الرسمي لهذه الأكاديمية، وإن شاء الله هذا المشروع أعتقد أنه راح الرياضة العراقية تنبني بالطريقة الصحيحة العلمية، وراح نحقق نتائج للمستقبل إن شاء الله للإنجازات اللي كنا نحلم بها، الإنجازات الأولمبية، لأنه راح يصير العمل بطريقة علمية صحيحة، وراح يكون إعداد صحيح، وراح تتوفر كل الوسائل أو المتطلبات اللي تساهم في عملية الإنجاز. اللاعبين راح تتوفر، يعني هذا بوقته يكون. هسه الآن إحنا اللاعبين راح يتوفر للتغذية، وراح يتوفر للنقل والسكن والترفيه والدراسة، وكل هذا راح تتوفر له. وطبعا اللاعبين يعني إحنا ما مو كمي هذا، يعني مو إحنا نجيب أعداد كبيرة ونزجهم، لا نوعي. إحنا من هذاك اليوم لهذا اليوم لو صار فينا مبلغ على لاعبين 2 3 مثلا بالأثقال كان حققنا. إحنا نصرف الأموال نفس الرؤية اللي دائما أتحدث بها، إنه يعني اللاعب الموهوب
أدعمه بدلاً ما أوزع كل الأموال بشكل متفرق وما نحصل شيء. رعاية أكو جهات هواي راعية الآن تحركت قالت إحنا مستعدين يضمنون إنه هذا اللاعب يوصل إلى مستويات الأولمبية، إحنا مستعدين إن نتبناه بشكل كامل. حددتوا أعمار معينة؟ كل لعبة لها عمر، هاي تدري أنت مثلاً الأعمار تختلف من لعبة إلى لعبة. إحنا طبعاً بعد 12 سنة تبدأ عملية، يعني إحنا بتخصص الرياضة تبدأ عملية بناء العضلي والبناء هذا بعد 12 سنة يبدأ التخصص بشكل دقيق. إضافة إلى مختبرات طبعاً هناك راح تكون مختبرات فستجة، مختبر بايوميكانيك، يعني اللاعب من يدخل هناك يلقي كل وسائل التطوير موجودة بالمشروع.